رمضان كريم. شلونك؟ علينا وعليك. شو اخبارك؟ الحمد لله. الاسم؟ امير. قد الاغنيه؟ شوف نجرب. نجرب. بعد قلب حبيبي. شلونك؟ بعد رواهي. الاسم بالخير. بركات. امير راح تغني. والله غني اغنيه انا حافظها غنيها. يلا. من وين؟ من ابو غريب. حيا الله. سلمى. ها؟ راح ابدي بيك. اي اغنيه، اي مقطع حتى لو صغير تشاركتي. يعني انت اي يلا يا اغنيه مثلا اي اغنيه لا انت يعني ما اعرف شغله اي شيء اي شيء من شويه طبخين دولمه يعني شو تغني انا تعرف الطبخين الدولمه طبعا والله ما ادري يلا والله ما ادري يا اغنيه ايش تريد يا ارجع لك يلا هلا 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 بالورده يلا حبيبتي يلا هغني شمسين قبل عبد إيه؟ الجبار حتى وحده دغني نانسي عجرام لا تامر حسني زين ليش اختارتي شمسين؟ ما ادري يا حبيبي تحبيها؟ يلا لا تسولف علينا من يسألوك عيون الناس لا تحسد عشقنا واذا طلعت شمس اذا طلعت اعتزل اعتزل هو اعتزل من وراك اعتزل إذا طلعت شمس فوتت للبيت لأن شمسين معناها احترقني اي والله يا حارة هاي كمل ها شو حتغني؟ كثر مشتاق ايش كثر مشتاق؟ منو غناها؟ لبناني يلا يلا كثر مشتاق لا تدري كثر مشتاق يا عمري ابوس عيونك الحلوه واضم صدرك على صدري كثر مشتاق اشوفك جاي كثر مشتاق اشوفك جاي هاي هديه مقدمه مثلجات جيلات المنصور شارع 14 رمضان مبروك عليك وتستاهلين اما انت لا تغني لي صار لك ساعه تحفظ وما راح ادبرها ادري بروحي اعطيني المايك يلا مريم يلا مريم يلا ها مريم يلا 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 لا عاد يلا مريم يلا ها مريم استحي اعطيني مريم المايك لا لا يلا موطني موطني هذا نشيد حبيبتي اي عاد يعني والله نشيد والله يلا يلا عادي يلا يلا الجلال والجمال والسلام والبهان في هوا في هوا هذا حطيه لهم هدية هذه مقدمة من مركز أمبريال للتجميل تستاهلين شكرا. ولكن هاي الهدية هم لك تستاهلين هاي مقدمة مثلجات جيلاتو المنصور 14 رمضان أما نرجع هنا تاخذي هدية ليش ما طبعا لأن اعتزل لا تحفظي لي غير اغنيه هسه ارجع لك يلا بسرعه موال قصير حمزه سمعني ولا راي ولا راي قمت ما اشوف بعيوني قمت ما اشوف بعيوني ولا راي البشر لا ظل عقل عده ولا راي هل لا شور سمعولي ولا راي اسمعوا شور الذي يبخل علي اوف 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 يا يمو حلو اعطيني هديه مال سكوبار هاي هديه مقدمه من شركه سكوبار للتبوغ الروسيه مبروك عليك وتستاهل حياك الله مشاركه صوت ابوها الادبي شاركت امو يلا حبيبي بعد قلبه حبيبي تعال يمي اوف اوف ما تغني اوف 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 خايب يا ناس تصيح من قلبي تراه من الالم غبار تعبت نفسيتي يا ناس تصيح من قلبي تراه من الالم غبار هاك الهديه فكر البيت هلا دي مقدمة مثلجات جيلاتو تستاهل مبروك عليك اما انت الاخير تعال يمي هات ما حاضر شيء ابد زين سؤال السؤال تحبين المندي؟ ايه كلش؟ يعني زين ماشي كم اخذ عندك؟ ما عندي كم اخ عندك؟ اثنين لو خيروك
هاي البطاقة اللي هي مقدمة من سلسلة مطاعم مندي اليمن لشخصين، انت وبعد واحد وياك، المن راح تاخذين، امك لو ابوك؟ وابوك يدبر نفسه. اه حلو، يعرف يطبخ يعني؟ لا لا، شلون حيدبر نفسه؟ يجوز الاكل عادي. زين ليش؟ هيك الا اعرف السبب. لا والله ماكو سبب. زين دفع من جيبك واخذين فيناتهم هاي، وتاخذين ابوك هم هاي. زين هاي مو افضل؟ خطيت عوفي بالبيت هاي راح يضوج. تمام مبروك عليك. شكرا. حياك.